بسم الله الرحمن الرحيم. لو انا عندي حائط كبير او عندي عمود طويل قوي، فمحتاج ان انا اقسمه لاجزاء. ممكن يكون عندي عماره مثلا وانا استسهلت ورسمت عمود من الاول لاخر، وبعد كده اكتشفت العمود ده مثلا عايز اقسمه لكذا جزء، او انا محتاج ان انا اقسمه عشان ادخله على برنامج من برامج الزمن، بدل ما مره واحده نلاقي العمود كده ظهر، مش كله شغال وده في يوم وليله العمود ده اتصب واتعمل كله مره واحده، فيعني خيال علمي. فمحتاجين ان احنا نقسم العنصر، فلا اما ان انا اجي واقول له العنصر ده خليه من الدور الاول للدور الثاني واعمله تكرار، او ان انا استعين باي بلجن، او في طريقه سهله هنشوفها مع بعض دلوقتي، وان انا احوله البارت. هعمل سيلكت عليه وادخل كرييت بارت، كده هو اتحول لبارت. تمام، الخصائص بتاعته بقت خصائص البارت، بس هو عارف ان ده وول، الاوريجينال كاتيجوري بتاعته وول، فاقول له ديفايد بارت، قسموه لي البارتات. فبيقول لي اني ورك بلان انت عايز تشتغل عليها، فاختار ورك بلان. تمام، هبدا دلوقتي بقى اقول له ايه انترسكتنج ريفرنس، بحيث ابدا اشوف ايه الحاجه الريفرنس اللي انا عايز اقسم عليها. ولكن مثلا اقسم من خلال الليفلات، واقول له ابلاي، واقول له اوكي، واقول له موافق. بص هتلاقي فعلا ان هو قسم لي خلال الليفلات. كده الموضوع بقى سهل جدا، ان كل ليفل فيهم هديله تاريخ بحيث يظهر معايا خلال الزمن، او ممكن اخلي ده مثلا بمقاس وده غير مقاس بتاعه او غير الخصائص بتاعته. طيب خلينا ناخد واحد فيهم واقول له ايه ديفايد بارتس، عايز اقسمك تاني انترسكتنج ريفرنس. ممكن اقول له اديت سكتش واغير فيه، بس خلينا نقول له دلوقتي عن طريق الجريد، هقول له قسمه لي من خلال الجريد، اي جريد يتقاطع معايا اقطعه. تمام، اقول له ابلاي اوكي. اوكي، هنبص هنا هنلاقي ان ده بقى جزء لوحده اللي قطع معايا الجريد. الجريد دوت قطع قسم الجزء ده لتلات اجزاء زي ما انت شايف. ده برضه نفس الفكره، ديفايد بارتس انترسكتنج ريفرنس، تختار الحاجه اللي انت عايز تقطع بيها مثلا الجريد، تقول له تشيك اول ابلاي اوكي. اوكي خلاص، بقى ده جزء دوت وده جزء وده جزء. ممكن وانت بعد كده لما تصدره لنفس وركس او برامج الزمن تعدل فيه وتخلي كل واحد فيهم يظهر في وقت غير التاني.